فرصه كويسه جدا بالنسبه لي ان انا هبقى من اول السيدات اللي تعينوا في المجال دوت. لسه اول مره يتعاملوا مع بنات في الوظيفه دي. قدمت في الشغل ازاي؟ كنت انا بدور على شغل في الفتره دي، وكان في حد قال لي ان شركه RATP ديف محتاجه موظفين، فقدمت عادي زي زمايلي، واتصلوا بيا عملت انترفيو، وبعد كده كان في اختبارات دخلتها، وبناء على الاختبارات دي قالوا لي يعني انت معانا. هو الناس من اول لما احنا نزلنا، مش بس لما انا نزلت على الخط لوحدي، من اول لما احنا نزلنا مع الاستصحاب مع السواقين اللي معانا، اكيد طبعا ناس مندهشه، في ناس بتشجع، في ناس مرحبه، في ناس مندهشه بتبقى، في ناس بتبقى خايفه تركب، في ناس مش فاهمه، فكل ده طبيعي جدا. يعني هو انا قدمت على الوظيفه مثلا من حوالي 4 شهور مثلا، او بمعنى صح قبل فتره التدريب دي مثلا حوالي اسبوع. بعد كده اتصلوا بيا، بعد كده اختبارات الذكاء والاختبارات اللي احنا قلناها استمرت مثلا حوالي 15 يوم مثلا او حاجه زي كده. طبعا انت كنت بتشوفي نظرات، بتشوفي ناس مستغربه طبعا لاول مره، وطبعا ما انكرش ان كان في بعض الناس اللي بتعلق تعليقات سلبيه، وده شيء متوقع لان هي مفيش حاجه واحده هتلاقي كل الناس يعني متفقه على راي واحد. يعني طبعا حقهم لان هي اول مره تبقى موجوده في مصر، يعني سابقه تاريخيه بالنسبه لهم. هو انا قبل ما اجي الشركه كنت بشتغل فريلانس هاند ميد، هي طبعا ما لهاش علاقه بسواقه القطر، بس الحاجه المشتركه ما بينهم هما الاثنين الصبر والتركيز الشديد. هو في العموم يعني احنا اكيد قوانين اللي بتنطبق على اي سيده في اي مجال اكيد هتنطبق علينا احنا. احنا مدربين على كده، مدربين ان اي حاجه غير طبيعيه بتحصل نتعامل معاها ازاي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انا بتعامل مع ارواح وبالالافات يوميا، فدي حاجه مش سهله، حاجه مش هينه يعني.